حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير قال فسلمت عليه وقعدت قال فجاءت الأعراب فسألوه فقالوا يا رسول الله نتداوى قال نعم تداوى فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم قال وكان أسامة حين كبر يقول هل ترون لي من دواء الآن قال وسألوه عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا قال عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقتضى امرأ مسلما ظلما فذلك حرج وهلك قالوا ما خير ما أعطي الناس يا رسول الله قال خلق حسن. حدثنا ابن زياد يعني المطلب ابن زياد حدثنا زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداوى وعباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلاح عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رجل من قومه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير قال أحسنهم خلقا ثم قال يا رسول الله أنا تداوى قال تداوى فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله.